نظمت مدرسة الرجاء الخاصة احتفالا بمناسبة مرور 125 عاما على تأسيسها بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم. نعم، تعتبر هذه المدرسة إحدى المؤسسات التعليمية التي ساهمت في تخريج أجيال من الكفاءات البحرينية التي أثبتت حضورها في مختلف مجالات التنمية الوطنية. مسيرة من الإنجازات استمرت لأكثر من قرن، فها هي مدرسة الرجاء الخاصة تحتفي اليوم بمناسبة مرور 125 عاما على تأسيسها، وذلك مع كوادرها التعليمية والإدارية وكوكبة من خريجيها في السنوات السابقة، لاستذكار ما حققته هذه المؤسسة التعليمية من إنجازات مستمرة. طبعا حضرت اليوم احتفال مدرسة الرجاء الخاصة بمرور 125 سنة على تأسيس المدرسة، وهي طبعا جزء من تاريخ التعليم في مملكة البحرين، مما لا شك فيه مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا بالمؤسسات التعليمية. قبل 5 سنوات احتفلت مملكة البحرين بمرور مئوية التعليم منذ تأسيس مدرسة الهداية الخليفية عام 1919 كأول مدرسة نظامية في مملكة البحرين. وطبعا سعدت بالاطلاع على التاريخ الثري الموجود لدى المدرسة والتكريم الذي تم لعدد من قدام المعلمين فيها، وهذا طبعا شيء مهم جدا في جميع المؤسسات التعليمية أن يتم تكريم منتسبيها خصوصا قدام المعلمين. طبعا مدرسة الرجاء وبقية المدارس الخاصة هي جزء أساسي من النظام التعليمي في مملكة البحرين، ووزارة التربية والتعليم تؤكد دائما على ضرورة دعم هذه المدارس والاستثمار في التعليم الخاص. احنا اليوم نحتفل بمرور 125 سنة على تأسيس مدرسة الرجاء. تأسست في 1899 كمدرسة للبنات، كانت تقيم صفوفها من منزل الإرسالية الأمريكية على الشرفة، ومن بعدها بدأت انطلاقات المدرسة إلى ما هي عليه الحين، مدرسة ثانوية تدرس إلى الصف الـ12. اليوم كذلك اعتزينا نقير عن تاريخ المدرسة، اعتزينا بتكريم بتواجد سعادة الوزير المدرسين اللي صار لهم 30 سنة يخدمون في هذه المدرسة. هذه الفعالية جدا مهمة تسلط الضوء على قدم وعراقة التعليم في منطقة البحرين، خاصة تعليم البنت، تعليم المرأة في البحرين. مدرسة الرجاء كذلك كانت من المدارس الرائدة اللي تسلط الضوء على تسامح واستنارة الشعب البحريني. مدرسة الرجاء الخاصة تكرم موظفيها الذين خدموا 25 عاما وأكثر، تعبيرا عن الامتنان لمساهمتهم القيمة في مواصلة بناء هذه المؤسسة التعليمية. اليوم طبعا أنا فرحانة لأن الإنجازات ومسيرة العطاء اللي كانت في مدرسة الرجاء، ابتديت في مدرسة الرجاء من 1995 وما زلت إلى هذا اليوم في مدرسة الرجاء، وفي خلال أني يعني تقريبا 30 سنة الحين في مدرسة الرجاء، في كثير من العطاء، كثير من الإنجازات اللي قضيتها مع الأطفال وقضيتها مع الطلبة. يعد هذا الاحتفال فرصة لتجديد العهد على المضي قدما إلى المزيد من تقديم العطاءات المتميزة التي تسهم في رفد المجتمع البحريني بالكوادر المؤهلة التي ساهمت في تخريج أجيال من الكفاءات البحرينية.